نجدد التحية مشاهدينا الأعزاء. ألقى السيد سابح شكري وزير الخارجية اليوم كلمة أمام الاجتماع الوزاري 12 لآلية دول جوار ليبيا والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد في بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار التي لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثرا بتداعياتها ومن ثم الأكثر حرصا على استعادة أمن واستقرار ليبيا. للحديث عن اخر التطورات في الاوضاع الليبيه بالاضافه الى اجتماع دول الجوار الليبي ينضم الينا هاتفيا الدكتور محمد الزبيدي استاذ القانون الدولي الليبي. دكتور محمد، نرحب بحضرتك على اكسترا نيوز، وما الذي تاملونه من نتائج من هذا الاجتماع؟ مساء الخير اخي الكريم، تحياتي لك ولاستاذه القناه. ليس هناك ما يمكن التعويل عليه في مؤتمر وزراء خارجيه دول الجوار الذي ينعقد في الخرطوم، لانه هو اجتماع دوري تبادلي بين كل مجموعة دول الجوار، وهذا بالنسبة للخرطوم ثاني مؤتمر وزراء خارجية. سنة 2014 عقد مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار أيضا في الخرطوم، وهذا الاجتماع الثاني في الخرطوم والعاشر ما بين دول الجوار. لم ينتج أي شيء منذ 2012 حتى ساعتنا هذه. كل المؤتمرات التي عقدت فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الليبية من طرف دول الجوار لم تثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، أو تحدث خلخلة أو حل للأزمة الليبية. هو عبارة عن اجتماع دوري بروتوكولي أكثر منه أي شيء آخر، ونوع من رفع العتب ورفع اللوم على أن دول الجوار وقفت متفرجة على الحالة الليبية، ليس أكثر. أضف إلى ذلك أن دول الجوار غير متفاهمة فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الليبية. هناك خلافات بينية ما بين دول الجوار تصل لحد التناقض فيما يتعلق برؤيتها لحل الأزمة في ليبيا. نعم، هذا التناقض تعني سياسيا في المواقف السياسية، ولكن في المواقف الأمنية التي تعتبر حسب وجهة نظر البعض أنها الأكثر أهمية يبدو أن هناك اتفاق بشكل ما. حتى من الناحية الأمنية الدول الجوار غير متفقة، مثلا على سبيل المثال للحصر، الرأي المصري أو وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بمعالجة الأزمة في ليبيا هو دعم المؤسسة العسكرية، دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، بغية القضاء على المجاميع الإرهابية والجماعات المنفلتة وجماعة الإجرام المنظم والتئاب المنفردة والعصابات القادمة من أفريقيا التي سيطرت على جنوب ليبيا. الحكومة المصرية ترى ضرورة وحدة ليبيا أولا، القضاء على كل مظاهر العنف ومظاهر الإرهاب في البلد، وحينئذ يجلس الليبيون على مائدة التفاوض وتعقد مصالحة وطنية ما بين أطراف المتصارعة داخل ليبيا التي خلافاتهم سياسية أكثر من أي شيء آخر. أما الدول الأخرى فلديها رؤى مناقضة لهذا التوجه المصري، مثلا على سبيل المثال تونس والجزائر لديها عشرات الآلاف من المقاتلين في الجماعات الإسلامية استوطنوا في ليبيا. هذه الدول لا تريد الأخذ بوجهة النظر المصري فيما يتعلق بالقضاء على المجامع الإرهابية، لأن ذلك يعني عودة هؤلاء الإرهابيون إلى بلدانهم، ومن ثم زعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول. تشاد مثلا لديها حوالي 30 ألف مقاتل من المعارضة التشادية للحكومة، الآن ذهب الرئيس إدريس دبي إلى تل أبيب واستعان بالإسرائيليين لمقاومة هؤلاء. السودان هناك العدل والمساواة، مسلح دارفور موجودين في جنوب شرق ليبيا. هؤلاء لو تم بسط الجيش الليبي لنفوذه على ليبيا بالكامل سيعود هؤلاء إلى السودان وهلم جرة. فلذلك وجهات النظر حتى من الناحية الأمنية هذه الدول غير متفقة، لأن دول الجوار فيما عدا مصر، وهذا ليس من باب المجاملة للمصريين إنما إحقاقا للحق، دول الجوار ترى في ليبيا مكب للنفايات البشرية، تريد كل ما لديها من مجامع إرهابية ومجرمين و إرهابيين وإسلام سياسي ومتطرفين ودواعش وتنظيم قاعدة وما إلى ذلك بقائهم في ليبيا حتى لا يعودوا إلى بلدانهم، ومن ثم يحدثوا خلل في الأوضاع الأمنية في هذه الدول، لأن أوضاعها الأمنية أصلا هذه الدول أوضاع أمنية هشة
بعض منها مثلا الجزائر الرئيس بحالة صحية غير ملائمة، لتونس هناك انقسامات داخل البلد علاوة على وجود جماعات إرهابية في جبل الشعام على الحدود الجزائرية التونسية، فهم يريدون بقاء الأمر على ما هو عليه وبقاء هذه المجاميع داخل ليبيا حتى لا تعود إلى بلدانها. هذا برنامج أمني، يعني هذه دور غير متفقة فيما يتعلق بموضوع حتى الرؤية الأمنية لمعالجة الأزمة في ليبيا. نعم دكتور محمد، منذ أسابيع قليلة كان هناك مؤتمرا في فرنسا، ومنذ أيام قليلة كان هناك مؤتمر في إيطاليا في باليرمو الإيطالية عن الأزمة الليبية، وشارك في هذا المؤتمر أطراف ليبية عديدة. أيهما تفضل أو أيهما أنسب لدى المجتمع الليبي والشعب الليبي، أن تحل القضية الليبية والأزمة الليبية في إطارها العربي وفي إطار دول الجوار، أم لابد من تدخل دولي في هذه القضية لحل هذه القضية؟ لا تدخل، لا هذا ولا ذاك. التدخل الدولي هو الذي أوصل ليبيا إلى ما هي عليه الآن، لولا حلف الناتو لما وصلت ليبيا إلى ما هي عليه في هذا اليوم. حلف الناتو هو الذي دمر البنية التحتية في ليبيا، فكك مؤسسات الدولة وحال ليبيا إلى دولة فاشلة. الدول العربية ليست في حال أفضل، يعني فيما عدا دولتان أو ثلاث دول عربية على الأقل تسعى في الوقت الحالي إلى لملمة شتات الليبيين والقضاء على كل هذه المجاميع الإرهابية المتطرفة، أما البقية فلديها أجندات داخل ليبيا وهي المسؤولة عن تغذية الصراعات والمجاميع الإرهابية والإسلام السياسي. الدول العربية ضالعة في هذا الشأن. حل الأزمة الليبية بالمختصر الشديد جدا ليس أمام الليبيين من مفر إلا انتصار المؤسسة العسكرية وبسط نفوذها على كل تراب ليبيا، وحينئذ الليبيون لا توجد بين الليبيين خلافات عقائدية أو خلافات إثنية أو خلافات مذهبية أو أي شكل من أشكال الصراعات التي شهدتها دول العالم. الليبيون كلهم عرب، الليبيون كلهم مسلمين، الليبيون كلهم سنة، الليبيون كلهم على مذهب الإمام مالك، الليبيون كلهم أبناء قبائل كلها متصاهرة فيما بين بعضها البعض. لكن حجم التدخلات الخارجية وتضارب المصالح، لأن ليبيا تحولت إلى مسرح لصراعات دولية على المصالح في ليبيا ما بين فرنسا وإيطاليا، ما بين الجناح التركي القطري الداعم للإسلام السياسي وللدواعش وللقاعدة وللجماعات الإرهابية، الجماعات الهجرة السرية والهجرة الغير مشروعة القادمة، أمواج بشرية الآن يستوطن ليبيا، قرابة 800,000 إفريقي في جنوب ليبيا، جنوب ليبيا بالكامل استولى عليها الأفارقة ويمارسون الحرب ويمارسون القتل. فمسألة استعادة الأمن والأمان إلى ليبيا ليس هناك من مفر إلا انتصار الجيش. أنا على المستوى الشخصي منذ شهرين كنت في المنطقة الشرقية في ليبيا، عادت كل معالم الدولة، كل مقدرات الدولة عادت، أجهزة الأمن تعمل، القضاء يعمل، النيابة تعمل، المرور يعمل، المناطق اللي حررها الجيش الآن تنعم بالأمن والأمان في ليبيا. فليس أمام الليبيين من مفر وليس لهم من سبيل إلا دعم والالتفاف حول المؤسسة العسكرية لكي تبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، وحينئذ يجلس الليبيون على مائدة واحدة. هم كم عدد الليبيين؟ هم الليبيون كلهم 5 مليون، يعني عدد سكان مبابة. فبالإمكان الليبيين يجلسوا كلهم مع بعض حتى في خيمة واحدة الخمسة مليون، ويخرجوا من هذا المنزلق الخطير الذي وقعت فيه البلاد. نهبت ثروات الليبيين ونهبت أموالهم، وليبيا تحولت إلى دولة فاشلة تتلقى المساعدات من اليونيسيف ومن الفاو ومن جميع المنظمات الدولية. دولة غنية إنتاجها من البترول 2 مليون برميل من النفط يوميا، وتتلقى في المساعدات حتى من الحقائب المدرسية. عجز الليبيون الآن عن إحضار حقائب مدرسية لأولادهم ليتلقوا في مساعدات من اليونيسيف ومن الجمعيات الخيرية، شيء معيب جدا يعيش فيه الليبيين وأوضاع مزرية وغاية في السوء. ليس لهم من سبيل إلا أن يقفوا جميعا صفا واحدا إلى جانب المؤسسة العسكرية. عدا ذلك كلها حلول تلفيقية وعبارة عن محاولة إدارة الأزمة وإطالة أمدها أكثر لكي تستفيد الدول الوالغة في دماء الليبيين استفادة أكثر، وينهبوا المزيد من الأموال الليبية وينهبوا مزيد من الثروات الليبية لا أكثر ولا أقل. إن هذا هو الحل الذي لا سبيل غيره. دكتور محمد، آلية الانتخابات تطرح بشدة وبقوة على موائد التفاوض بين الأطراف الليبية، برأيك هل هي آلية مناسبة لحل المأزق السياسي الليبي؟ إجراء انتخابات تحت فوهات البنادق هذا نوع من العبث، نوع من السفه.
نوع من اليوتوبيا، يعني خيال. الليبيين مناطق في ليبيا مقسمة مشتتة، السيطرة عليها الميليشيات في الجنوب في غرب ليبيا، انتقال مواطن من مدينة إلى مدينة أخرى يحتاج إلى جهد جهيد لكي ينتقل المواطن من مكان إلى آخر، فهذا من المستحيل. هذا الترف، ترف الانتخابات والاستفتاء والمجتمع المدني والأحزاب وحرية التعبير وما إلى ذلك من كل هذه الأفكار. هذا في مجتمع متساكن ومجتمع خالي من الصراعات وخالي من الفتن وخالي من الحروب، لكن الآن ليبيا تعج بكل مهبة ودب من المصائب. فالليبيون ليسوا في وارد الانتخابات على الإطلاق، ولا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذه الأوضاع الأمنية في غرب ليبيا وفي جنوب ليبيا، أوضاع أمنية سيئة للغاية. الليبيون لا يمكن أن يتجهوا لصناديق الاقتراع وهم حفاة عراة يعانون الجوع، يعانون المرض، يعانون من الإرهاب، يعانون من القتل، نصف السكان الليبي مهجرين ما بين الداخل والخارج. قبل استتباب الأمن بالكامل واجتماع الليبيين على رأي واحد فيما يتعلق بصياغة الدستور يحفظ وحدة البلد ويحفظ لحم الوطنية للليبيين ويصنع نوع من العقد الاجتماعي ما بين الليبيين، فيما عدا ذلك هذا نوع من استهلاك الوقت. دكتور محمد، ابقى معي. ورد علينا حاليا هذا النبأ العاجل، حيث اعتمد المؤتمر العام للحركة الوطنية المصرية انتخاب رؤوف السيد علي رئيسا للحزب، وفي التفاصيل عقد منذ قليل المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية، وتم خلاله اعتماد النتيجة النهائية لإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب، والتي فاز فيها اللواء رؤوف السيد علي بالتزكية، كما تم اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية الجديدة. والحزب بعث في ختام المؤتمر بورقية شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده لبناء مصر الحديثة وحتى تتبوأ مكانتها التي تستحقها. وقال أيضا الحزب أنه يعاهد الرئيس على أن يكرس الانتماء صحوة كبرى، وأن نصنع من الصحوة معبرا لتحقيق النهضة الكبرى. اللواء رؤوف السيد علي عقب إعلان فوزه رئيسا لحزب الحركة الوطنية المصرية قال أن سياسة الحزب خلال المرحلة المقبلة ستركز على دعم الدولة ودعم قيادتها السياسية ودعم مؤسساتها وأجهزتها ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يقوم به من خطط تنموية للإصلاح السياسي والاقتصادي، مشددا على أن الدولة في حالة حرب، مما يستدعي معه الوقوف خلف قيادتها السياسية، وأنه لا معنى أبدا للوقوف على الحياد. الرئيس الجديد أضاف أيضا أن حزب الحركة الوطنية المصرية سيعلن التشكيل الجديد للحزب خلال 15 يوما، وأنه سيختار قيادات جديدة واعدة من الشباب والمرأة في المواقع القيادية. وأضاف اللواء رؤوف أنه سيتقدم بالاستقالة من منصبه إذا لم يثبت الحزب تقدما خلال 12 شهرا من الآن، مكلفا أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء اللجان النوعية بضرورة العمل على توسيع قاعدة العضوية بالحزب والتواصل مع الجماهير والتوسع في تنظيم الأنشطة والمؤتمرات والمعسكرات والدورات التدريبية والتثقيفية. وأشاد اللواء رؤوف السيد بقادة وأعضاء التحالف السياسي المصري، وخاصة بالذكر المهندس تيسير مطر منسق عام التحالف، لما يبذله من جهد وعطاء مدفوعا بحب الوطن والرغبة الملحة في تقديم الأفضل والأحسن. إذا نذكر بهذا الخبر العاجل، حيث تم اعتماد انتخاب رؤوف السيد علي رئيسا لحزب المؤتمر العام للحركة الوطنية المصرية. نعود مرة أخرى للدكتور محمد الزبيدي. نعتذر دكتور محمد لهذا الخبر العاجل الذي كان ينبغي أن نتلوه على مشاهدينا. كنا نتحدث عن آلية الانتخابات، هل معليك ترى أن آلية الانتخابات أو الوضع الليبي حاليا، البيئة الليبية حاليا مناسبة لإقامة هذه الانتخابات؟ غير ملائمة على الإطلاق. البيئة الليبية الآن تعاني من التشظي، تعاني من الانقسام، تعاني ليبيا الآن لديها جهازين تشريعيين، برلمانين، حكومتين، بالإضافة إلى الكنتونات والمربعات التي تسيطر عليها الميليشيات. الجنوب الليبي خارج سيطرة الدولة، تسيطر عليه المعارضة التشادية والمجامع الإفريقية التي سيطرت على الجنوب الليبي. غرب ليبيا تسيطر عليها العاصمة طرابلس، تسيطر عليها الميليشيات. بعض المدن في الغرب، مصراتة وما إلى ذلك، تسيطر عليها الميليشيات.
فمسألة إجراء انتخابات في ظل هذه الأوضاع المأزومة، في ظل هذا التردي الذي تعيشه البلد، أمر غير ممكن. كيف يمكن مراقبة هذه الانتخابات؟ ومن هي الجهة القضائية التي ستشرف على هذه الانتخابات؟ القضاء معطل، النيابات معطلة، المحاكم مقفلة، مراكز الشرطة مقفلة، فمن الذي سيراقب عملية سير الانتخابات وخلو هذه الانتخابات من كل أنواع الغش والتدليس وغير ذلك؟ من يراقب عملية فرز الأصوات؟ من الذي يملك القدرة على أن يمنع الميليشيات من تزوير النتائج؟ فمسألة انتخابات في ظل هذه الأوضاع الحالية لا أرى أنها مجدية على الإطلاق. نعم، المبعوث الأممي غسان سلامة، كيف تقيم مفاوضاته وتجربته في الشأن الليبي؟ السيد غسان سلامة نياته حسنة على الأقل، وهذا ما يظهر. نعم، لكن النوايا الطيبة لا تبني الدول. بالضبط صحيح. فهو السيد غسان سلامة، أنا على المستوى الشخصي التقيت بغسان سلامة 3 مرات أو 4 مرات فيما سبق هنا في القاهرة. ليست لديه رؤية واضحة للخروج من الأزمة الليبية. كل ما لديه السيد غسان سلامة أنه في الأول دعا إلى مؤتمر وطني جامع. نعم. ثم دعا، صرف النظر عن هذا المؤتمر الوطني الجامع، الآن عاد له بعد مؤتمر باليرمو، عاد إلى الدعوة إلى المؤتمر الوطني الجامع مرة أخرى في يناير القادم. أيضا حاول العمل على تقليص أعداد المجلس الرئاسي، ثم عاد وأقر المجلس الرئاسي مرة أخرى. السيد غسان سلامة يبدو لي أنه رهينة لأجندات الدول الكبرى المتحكمة في الشأن الليبي أو في الأزمة الليبية. الصراع الفرنسي الإيطالي الذي ظهر جليا وفاقعا وواضحا كان أحد الأسباب التي عرقلت عمل السيد غسان سلامة. الآن يحاول أن يجمع الليبيون على مائدة واحدة في مؤتمر وطني جامع على شاكلة مؤتمر الطائف أو ما إلى ذلك. ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات في الربيع، طبعا لم يحدد شهر بعيني أو موعد زمني بعيني بالفصول، كانت المواعيد فيما سبق كانت بالأيام 10-12 موعد انتخابات لم يحصل، في 9 أيضا لم يحصل، الآن بالفصل يعني ربما ثم ينتقل من الربيع إلى الصيف إلى الخريف إلى الشتاء وهكذا، يعني لأن هذه المواعيد الفضفاضة تدل على أن لا توجد خارج الطريق واضحة المعالم يمكن الاهتداء بها وممكن التعويل عليها والعمل عليها. فكل ما في الأمر أن هناك مؤتمر، الآن هذا هو المطروح أمامنا، أن السيد غسان سلامة يدعي المؤتمر الجامع في يناير، وبعد هذا المؤتمر الجامع تفتح أفاق جديدة، هو يحاول تحريك الوضع والبحث عن حلول من خلال هذا التحريك ليس أكثر، لكن ليست لديه خارطة الطريق واضحة المعالم فيما يتعلق ب معالجة الأزمة، لأن الأزمة رهينة كما أسلفت إلى أجندات للدول الكبرى، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تتحكم في المشهد الليبي من ألفه إلى يائه. أضف إلى ذلك أن هذه الدول ما زالت عينها على الأموال الليبية المجمدة بعد سرقة 6 مليار دولار من الأموال الليبية في بلجيكا. الآن الإنجليز يحاولون تشريع قانون بموجبه يتم مصادرة كل الأموال الليبية. نعم. المودعة في البنوك البريطانية بقانون بمقتضاه يتم تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي في السبعينات والثمانينات. نعم. بحجة أن الليبي في ذلك الوقت كانت تدعمهم، فبعد أن يسطوا على كل الأموال الليبية حينئذ ربما يجدون حل الأزمة الليبية ويكونوا قد قضوا مصالحهم على أكمل وجه. نعم، الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي الليبي، شكرا جزيلا لك على هذا التحليل، شكرا جزيلا. وللمزيد ايضا حول هذا الاجتماع، اجتماع دول جوار ليبيا، ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عبد الستار حتيت، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبيه. مساء الخير يا استاذ عبد الستار. والاجتماع الذي عقد منذ قليل وشارك فيه وزير الخارجيه سامح شكري، مصر لديها رؤيه معينه حول ما يحدث في ليبيا، ولديها ربما تصورات معينه حول حلول للازمه الليبيه في شقيها السياسي والامني. ما يتعلق بالشق السياسي، برايك ما هي ابرز تصورات الموقف المصري؟
يعني مصر طبعا تشارك في اجتماع الخرطوم وهي لديها قوة دفع كبيرة بعد نجاح دبلوماسيتها في مؤتمر باليرمو في إيطاليا من حوالي أسبوعين. وبالتالي أنا أعتقد أن الرؤية المصرية أصبحت أكثر وضوحا وبتثبت جديتها يوم بعد يوم أمام الأطراف المختلفة، خاصة الأطراف الأوروبية والغربية، الأمم المتحدة، وحتى بعض دول الجوار التي كانت تتشكك بين حين وآخر في النوايا المصرية. في الوقت الراهن أصبح الموضوع جدي أكثر، هناك وجهة نظر خاصة تبع الأمم المتحدة أن الرؤية المصرية متكاملة سواء على الشق السياسي أو على شق محاولة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو جهد يسير طبعا جنبا إلى جنب مع الحل السياسي. مصر أثبتت أن رؤيتها ثابتة فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة الاضطراب الليبي، ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، جميع المؤسسات الليبية، ضرورة أن تكون الحلول متوازية جنبا إلى جنب ولا يتم تقديم حل على حل آخر لمجرد مصالح هذه الدولة أو تلك. يعني أعتقد أن مصر تشارك في اجتماع الخرطوم وهي أعتقد أنها تقود هذا الاجتماع فيما يتعلق برؤية واضحة للحل في ليبيا. نعم، حضرتك ذكرت أن وزير الخارجية يشارك ومصر تشارك بقوة وفعالية في اجتماع الخرطوم وفي اجتماع دول الجوار، وكما ذكرت منذ قليل أن هناك شقين سياسي وأمني. مصر طلبت مرارا وتكرارا من العالم بحظر يعني وقف حظر التسليح للجيش الليبي، واستضافت عدة مرات اجتماعات للجيش الليبي لتوحيد الجيش الليبي ليصبح جيش وطني موحد، جيش الدولة الليبية. وربما أتذكر أن الرئيس أيضا عبد الفتاح السيسي على منصة الأمم المتحدة طلب العالم بوقف هذا الحظر للتسليح الجيش الليبي. هل هناك خطوات قادمة في خصوص هذا الملف؟ هل هناك إجراءات من الممكن أن تتخذها مصر ودول الجوار للتخفيف من هذا الحظر على الأقل؟ يعني مصر كدولة كبيرة تعلم جيدا أنها أن الملف الليبي هناك أطراف كبيرة أيضا لن يعني تترك الأمور تسير هكذا، ولهذا أعتقد أن مصر تقوم باتخاذ خطوات دقيقة وحساسة لكي تكون حاسمة فيما يتعلق بالوصول إلى حل يرضي الشعب الليبي أولا ويرضي دول الجوار وعلى رأسها مصر ويرضي العالم. هي تسير بخطوات يعني لا تريد أن تصطدم مع أطراف بعينها، وفي نفس الوقت تحاول أن تمهد الطريق لرؤية تؤدي إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بعد أن يكون هناك جيش موحد وفقا لما تريده الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولجنة العقوبات في مجلس الأمن. نعم. جيش موحد وحكومة موحدة، هذه الشروط لابد أن تتحقق أولا لرفع الحظر. أعتقد أن مصر تسير في هذا الاتجاه بشكل قوي، يمكن أن يلاحظ البعض أنه بطيء. أنا أعتقد أن البطء سببه أن هناك أطراف كبيرة، أنت تتعامل أمام وحوش، أمام دول كبرى، لديك فرنسا، إيطاليا، أمريكا، بريطانيا، لديك دول أخرى إقليمية تسير وتدفع في الاتجاه الأوروبي والاتجاه الغربي بما يتعارض أحيانا مع الرؤية المصرية ومع المصلحة المصرية. لكن في الأسابيع الأخيرة ومن خلال مؤتمر باليرمو بالذات، لأنه كانت الأمور واضحة والحديث فيه مكشوف، تم الإقرار بسلامة الرؤية المصرية فيما يتعلق الحل في ليبيا، وهذا انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، انتصار كبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار كبير لوزارة الخارجية بقيادة السيد وزير سامح شكري. في مؤتمر الخرطوم اليوم أرى أن الخطوط العريضة اللي خرجت بها مصر من مؤتمر باليرمو وكان في ثناء عليها من جوانب دولية وغربية، أعتقد أنها ستأخذ مزيدا من الزخم في مؤتمر الخرطوم دول الجوار الليبي. نعم، البعض يطرح وعلى رأسهم غسان سلامة المبعوث الأممي يطرح آلية الانتخابات كحل سياسي للأزمة الليبية. أستاذ أبو ستار، أنت بوصفك دائما التردد على ليبيا ومطلع بشكل كبير على أوضاع على الأرض، برأيك هل هذه الآلية مناسبة للوضع على الأرض في ليبيا لوجستيا وعلى الأرض؟ يعني أنا أعتقد في الخطاب الدبلوماسي والخطاب الدولي أحيانا يعني توضع رؤية ليست يعني ليس شرطا أن تتحقق بشكل كامل
في التوقيت المحدد سلفا، لكنها تساهم في حلحلة بعض الأمور. يعني من سنتين حين كان أي طرف يتحدث عن موضوع الانتخابات يعني يقول أنه من المستحيل إجراء هذه الانتخابات، لكن اليوم لمجرد الحديث عن الانتخابات، وبالمناسبة الورقة المصرية للحل السياسي هي أول ورقة تذكر موضوع الانتخابات، مسألة الحديث عن الانتخابات يؤدي إلى تهيئة الأجواء العامة للوصول إلى هذا الاستحقاق. يمكن أن يتأخر كما حدث، كان هناك أمل أنه يحدث في 2018، تم ترحيل الموضوع إلى 2019، لكن اليوم نرى أن مجرد فتح هذا الموضوع والحديث حوله باستمرار يؤدي إلى نتائج على الأرض، يؤدي إلى استقطابات معينة، يؤدي إلى حراك سياسي، يؤدي إلى تسجيل الناخبين، هذه خطوة مهمة، يعني يؤدي إلى حراك كبير. وفي نفس الوقت هناك أمور أخرى تحدث، يعني هناك في مؤتمر باليرمو هناك نوع من التمهيد لشكل جديد لسلطة موحدة تتكون من رئيس ونائبين. هذا لو تم الوصول إليه وتم حل مشكلة التوحيد المؤسسة العسكرية يمكن أن يسهم بشكل كبير في بسط الاستقرار في ليبيا، بما يهيئ إلى انتخابات نيابية ورئاسية سليمة. هل ترى أن دول الاتحاد الأوروبي وهي قوة ضاغطة على الأرض وسياسيا أيضا تدعم هذا الاقتراح؟ يعني ما خبيش عليك، الأوروبيين كان لديهم مشكلة في الخلاف الإيطالي الفرنسي، لكن في الشهرين الأخيرين يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دور وجعلت الفرنسيين يتراجعون إلى الوراء بعض الخطوات ويعودوا إلى أماكنهم القديمة التي يهتمون بها في أفريقيا، وأن يتركوا الملف الليبي للدبلوماسية الإيطالية وللدولة الإيطالية. الأمور هدأت في رأيي ما بين الطليان والفرنسيين إلى حد ملحوظ، وهذا أعتقد أنه سيسهم في حلحلة بعض الأمور في الداخل الليبي وأعطاء مساحة أكبر للدول العربية ودول الجوار الليبي في التباحث للوصول إلى حلول وسط. يعني الأمر ليس في يد الأوروبيين فقط، ولكنه أيضا هناك دول جوار لديها أوراق ولديها رؤية، على رأسها مصر بطبيعة الحال، ومصر اللي كما تلاحظ علاقتها طيبة في الفترة الأخيرة مع الجانب الإيطالي. وقبل مؤتمر باليرمو كان هناك مباحثات عديدة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات الكبيرة في إيطاليا، واعتقد ان حتى السيد سامح شكري كان له مباحثات تتعلق بالوصول الى حل في ليبيا بما يرضي الشعب الليبي والاطراف الليبيه الفعاله. نعم الاستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الليبيه، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل والمعلومات.